السلام عليكم الخوت، معكم سي 50 فلوغ فيديو جديد او موضوع جديد. الا كنتي اول مره كتفرج فيا ابغى دابا دير ليا واحد لايك سبسكرايب شي كومونتير زوين ومرحبا بك في هذا الفيديو. هاد الفيديو هذا الخوت غيستافدوا منه بزاف ديال الدراري اللي باغيين يشريو سي 50. هادشي اش قررت ندير هاد الفيديو باش الناس اللي باغيين ياخذوا سي 50 يعرفوا الايجابيات والسلبيات ديالها، مادام هما كيشوفوا بزاف ديال الناس واخدين سي 50 دونك راه كيقولوا بلي راه الايجابيات ديالها اكثر من السلبيات. هادشي اش قررت نشارك معكم هاد الفكره واستعنت بالخبره ديالي في الموتور هذا اللي ضربت به شي عامين وحافظ فيه كلشي وعارف فيه كلشي وعارف عليه اي حاجه. اش قررت ندير لكم هذا الفيديو باش نتوما تستافدوا وتعرفوا الايجابيات شحال والسلبيات وتقارنوا بيناتهم وديروا اللي غتسلككم. نبداو باول حاجه الخوت اللي هي الرويد. كما كتعرفوا سي 50 فيها رويد رقاق، كما كتشوفوا رويد رقاق. دونك لكن شي غادي وكان الماء ولا غا الميديتي كانت في الارض الموتور يقدر يزلقك الى فرانيتي فرا لقدام. كذلك بالنسبه للرويد اللور انتوما كما كتشوفوا راه رقيقه. كيف قلت لكم الرويد فيه رقاق، الا كنتي غادي تقدر تزلق الى فرانيتي. على ديك الفران، الفرانات اللي فيها فرانات فريدوات ماشي ديس. كما كتشوفوا هادو بالنسبه للسلبيات، حنا كنهضروا على السلبيات. الايجابيات باقا ما ندوزوش ليهم. كما كتشوفوا فران فريدوات تورك كيرجع ماشي ديسك، مازال ديسك كيقدر يكالي. فريدوات تكون غادي بواحد السرعه تقريبا تقدر تفراني، ما يقدرش يشد لك فران كما غيشد لك فران ديسك. فريدوات ماشي بحال الديسك. على حساب كما ذكرنا السرعه بالنسبه للستوندار هي كتخرج 49 سي سي، وبزاف ديال الناس ما كيبغيوش 49 سي سي كتجيهم فاشله. علاش؟ حيت السرعه الماكس ديالها هو 80، و 80 في هذا الوقت راه بحال قلتي ما بقاتش لاعبه بقات دايره والو، وبزاف ديال الناس كيلتجوا انهم يبريباريو 110 ولا 125 على حساب هو شنو بغى. هذه بالنسبه للسلبيه الثالثه تقريبا. السلبيه الرابعه اللي هي لاسيرونس اللي كانت 700 درهم وزادوا فيها ولات 1400 درهم، 28000 ريال بزاف على الدرويش. واصلا هذا الموتور كياخذوها الناس اللي دراوش، الناس اللي باقيين كيقراو ما عندهمش واحد المدخول شهري. بالنسبه للسلبيه الخامسه وهي الكاريناج، الموتور كيتساس مع الوقت كيتساس. علاش؟ حيت الموتور كامل عامر كاريناج كله. لا جيتي تحيد هاد الكاريناج راه غتبان لك الجعبه فحال هكا ريزرفوار وحديد الله. هاد الشيء بالنسبه للكاريناج. علاش هو من السلبيات؟ حيت مع الوقت كتولي تسمع في الموتور تخرشيش بزاف، كتولي تسمع فيه تزنزين. قوه الموتور ما كتبقى غادي انت مطول به، هو عاد مع المده كيبقى يزنزن بزاف. علاش؟ حيت هو راه الجعبه كامل عامره كاريناج. شنو دير؟ تحاول تجنب الحفاري، تفراني في لي دودان، المهم هذيك الطرق الوعره تحاول تجنبها. بالنسبه للسلبيه السادسه اللي هي لي مونتيسور، كما كتشوفوا ضعاف ماشي شي حاجه، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. المهم ها هو ضعيف، ماشي شي مونتيسور اللي غي يتحمل هذيك الصدمات. هكا كنكونوا اننا تجنبنا السلبيات ندوزوا الايجابيات. الايجابيه الاولى الخوت اللي هي الكاريناج ديال الموتور موجود في اي بلاصه، فين ما مشيتي اي بلاصه مشيتي غتلقى الكاريناج ديال سي 50. لا ما حيت البياس ديالها لا ما حيت الكاريناج موجود كاريناج ديالها. الايجابيه الثانيه اللي ما عرفتوش هي ايجابيه ولا سلبيه عند البعض اللي هو الوزن ديال الموتور. الموتور خفيف، ما عرفتش هذه واش ايجابيه ولا سلبيه.
الناس اللي كيعجبهم موطور خفيف راه غيشوفوه من الايجابيه، الناس اللي ما كيعجبهمش موطور خفيف راه غيشوفوه من السلبيه. بالنسبه الايجابيه الثالثه واللي هي تقدر الموطور تسافر فيه باي بلاصه بغيتي، ما تحتاجش رادياتور، الموطور كيبرد بوحدو، تقدر تضرب به مسافه بزاف. هادشي اللي كنهضر لكم الخوت ماشي جيبو من راسي، هادشي جربته بهذا الموطور وعشته. الموطور تقدر تسافر به، تقدر تضرب به حتى 200 كيلومتر بلا ما توقف، 150 200 بلا ما توقف. هادشي جربته انا، ضربت بها كازا جديده، ضربت بها كازا جديده وفد جديده، قول من كازا المولاي عبد الله فوت جديده، ضربتها ضربه وحده ما وقفتش. هذه بالنسبه للايجابيه الثالثه. بالنسبه للايجابيه الرابعه، الثمن ديالو اللي هو هابط، ماشي هذوك الماطر اللي عالين. دونك موطور شينوا راكم عارفين الماطر ديال الشينوا كيكون الثمن ديالهم هابط، ماشي بحال الماطر الجابون. ولا فاش خديتها انايا، خديتها ب 149 الف ريال في 2018 في الاخر ديالها على حساب 2019. وبالنسبه لدابا شحال دايره، هادو الاخرين اللي خارجين دابا ديال 2020 2021 اللي فيهم غرينات وتشكايا اللور، دايرين 8000 درهم، 8500 على حسب كل محل وشحال داير. وبالنسبه اللي قبل منها اللي ما فيهاش الكرينات، هذيك دايره 7800 7600 درهم على حسب كل محل وشحال داير ليها. هادشي اللي كاين الخوت في هذا الفيديو، قررت نشارك معكم هاد المعلومات باش نتوما تعرفوا، الناس اللي مقبلين باش ياخذوا السي 50 يعرفوا داكشي اللي تابعهم ويعرفوا كيفاش يتصرفوا ويعرفوا الايجابيات والسلبيات ديالها. هادشي اللي كاين الخوت في هذا الفيديو، نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبك الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب تبارطاجي مع الدراري اللي كتعرف. وكان معكم السي 50 فلوغ، تلاقاو في فيديو جديد. بيس.